التفاصيل الصغيرة ديت اللي طبعا بتعكس تكتيكيا وفنيا كالتكتيكال او تكنيكس، التكنيك اللي بيظهر ده بيتعكس في الارقام برضو. يعني بنتكلم على اقوى خط دفاع في البريمير ليج لهذا العام، المان سيتي. المان سيتي استقبل 18 هدف، ثم ياتي طبعا تشيلسي 19 هدف، وبيزاحموا طبعا ليفربول ب 20 هدف. كلين شيت يا كابتن هاني، برضه المان سيتي والليفربول الاثنين قد بعض 17 مره كلين شيت. حلو. بالنسبه للجانب الهجومي، اقوى خط هجوم طبعا دلوقتي في الدوري الانجليزي هو ليفربول ب 75 هدف، وياتي بعده 68 هدف مان سيتي. في دايما تنافسيه في كل الارقام، حتى في اللونج بولز، حتى في التسديدات على المرمى. الاستحواذ طبعا هو مان سيتي، هو طبعا هو ملك الاستحواذ، ملك الاستحواذ 68%، وصل ل 68%. وهنكشف تكتيكيا في ارض الملعب ليه هم بيوصلوا لاعلى نسبه من الاستحواذ، ثم ياتي رقم 2 ليفربول ب 62%. انا شايف ان انت محضر لنا 3 فايل كده على مستوى البيلد اب، على مستوى بناء الهجمه، محضر لنا كمان على مستوى البريسنج، الهاي بريسنج اللي بيعمله، وكمان محضر لنا فايل كده لدي بروين ومفاتيح اللعب بالنسبه للمان سيتي. صحيح. نبدا بالبيلد اب بالظبط. يعني تسمح لي قبل ما نبدا بالبيلد اب نتكلم على التشكيله الاساسيه للبيب جوارديولا اللي بيعتمد عليها دايما. طريقه اللعب بتاعته 4-3-3 زي ما احنا عارفين، دايما الاربعه طبعا ايدرسون حارس المرمى، الاربعه دايما اللي بيكون في قلب الدفاع زي ما احنا عارفين لابورتا بدا يعتمد عليه بشكل كبير جدا طبعا. او روبن دياز او جون ستونز، ده الاجنحه بالنسبه له او الباكات بالنسبه له الاساسيين بقى ووكر، وطبعا كانسيلو العظيم اللي هنتكلم عليه النهارده بشكل كبير جدا. الثلاثه دايما اللي في نص الملعب نتكلم على سيلفا طبعا، يعني برنس نص الملعب هنتكلم عليه بشكل كبير جدا، نتكلم على معاهم دي بروين، وبنتكلم على رودري، ورودري مهم جدا في البيلد اب اللي هنتكلم عليه. وبالتالي دايما نتكلم على الثلاثه اللي قدام، جريليش ناحيه الشمال، ناحيه اليمين دايما لاما رياض محرز او جيسوس، او بيحصل روتيشن وسويتشنج كبير جدا ممكن يلعب بستيرلينج، وطبعا في الفودن في نص في مع الثلاثه ده كراس حربه او راس حربه صحيح. هنتكلم عليه الأربعة 4-3-3. لو هنتكلم على البيلد اب، دايما البيلد اب بيبدا عندهم بشكل بيفتح مساحات ما بين الاجنحه والباكات، بيوسع الملعب، بيوسع الملعب علشان يبدا ان هو يسحب المدافعين. ليه المان سيتي اكتر نسبه استحواذ في الدوري الانجليزي لهذا العام، او عموما معروف عن المان سيتي الاستحواذ والريتم العالي، ودي مدرسه جوارديولا، مدرسه جوارديولا، لان كل لاعب من اللاعبين دول له دور هجومي. دايما بيطلب جوارديولا، بيطلب من كل اللاعبين دول يا كابتن هاني يبقى فيه اكتر من باصات كتيره جدا في البيلد اب. البيلد اب لو هنشوفه بشكل في ارضيه الملعب، زي ما كنا بنتكلم دايما اللي بيفتحوا المساحات قلب الدفاع، دايما رودري بينزل ان هو يستلم. هو دلوقتي كمان في الصوره مش باين الاثنين الباكات، يعني الباك يمين والباك الشمال، اللي هو بيبدا من السرد باكين، ويبقى في رودري تقريبا هو راس المثلث، مع وجود دايما ثلاثي في منطقه البيلد ابيض. بالظبط، ده شكل البيلد اب المعروف عن المان سيتي، ودايما هنحس شوف يعني اربعه دايما فاتحين الملعب. صحيح. الباكات، ميزه الباكات سواء كان ووكر او كانسيلو في ناحيه الشمال ان هم بيلعبوا انسايدر، ودايما بيبقى في باترن ما بينهم يا كابتن هاني. يعني في حاله ان هم بيطلعوا بالهجمه في نص ملعب الخصم، فدايما تلاقي ووكر بيغطي لجوه، كانسيلو بيفتح الجهه الشمال ويكمل مع جريليش، بيشتغلوا بشكل عكسي، اللي بيفتح الثاني بيضم والعكس. بالظبط، التفاصيل الصغيره اللي بيعملوها وبيب جوارديولا بيطلبها منهم هنا دايما رودري. رودري بيلعب دور كبير جدا ان هو بينزل ما بين الخطوط، ان هو يساعد قلب الدفاع او السرد باكات في بناء الهجمه وبينقل الشكل دوت. دايما بيحصل روتيشن ما بين رودري، ممكن تلاقي مره تلاقي دي بروين هو اللي نزل يستلم الكره، وسيلفا. او سيلفا هو اللي نزل يستلم ورودري خد مكانه، الروتيشن السريع اللي بيحصل ما بينهم في ارضيه الملعب. طيب ده كمان على مستوى، بتتكلم على مستوى لو البيلد اب من تحت، من تحت من ناحيه ال 18 من حراسه المرمى لغايه بالتدريج من خط الدفاع للوسط للخط الهجومي. صحيح. الصوره دي بتبين في الجزء خلاص عملت لي استحواذ اللي بيقوم بيها جارديولا. بالظبط، يعني ده في نص ملعب الخصم. صحيح. دايما هنلاقي المثلث المشهور عنهم سواء كان مع كانسيلو بينزل لهم جريليش من ناحيه الشمال، او البيلد اب بيقرب طبعا رودري لكانسيلو يبداوا يبنوا الهجمه. هنا في بناء الهجمه من نص ملعب الخصم عايزين نركز مع فودن. هنا فودن ده لا المهاجم الوهمي التسعه الوهمي اللي دايما بيعمل. صحيح. ليه دور كبير جدا هنا، بيطلبوا منه بيب جارديولا في التحركات. عينينا على رودي فودن، دايما في الفودن تلاقي معاه اتنين، لما بينزل فودن
عشان يوسع المساحه عشان يبدا ان هو يستلم الكوره سواء من رودري او من سيلفا، دايما اللي بيبقى ليه دور كبير جدا في بناء الهجمه. يعني بص حضرتك يا كابتن هاني، هو بينزل طبعا بياخد المساحه ما بين الخط الوسط وخط الدفاع، وبينزل هو خط الدفاع بيكون متمركز بشكل، لكن الجزء ده هو اللي بيستلم فيه بيكون عنده مساحه انه يستلم بشكل افضل يعني. بالظبط، وده الروتيشن اللي بيحصل دايما لما نلاقي فودن بينزل هنا، اكيد دي بروين موجود في حته ثانيه فاضي في الملعب عشان يخطب سواء ناحيه شمال او ناحيه يمين، بيكمل مع جريليش ناحيه هنا، نزل فودن على طول فضى مساحه. هنشوف بعد كده هتلاقي تحرك من دي بروين، اتلعبت الكرة لفودن، اتلعبت الثاني مع رودري مع سيلفا، واترمت لدي بروين، حطيته طبعا في مواجهة المرمى وترجمت لهدف.